السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. لن تصدق ماذا فعل هذا الضابط الإسرائيلي في دورات مياه المجندات، ولكن فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قرارا يقضي بتمديد حبس ضابط رفيع المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب تورطه في ارتكاب جرائم جنسية ضد المجندات. وقالت قناة كان الرسمية إن حوالي 15 مجندة قدمنا بلاغات ضد المقدم دان شاروني الذي يشتبه في قيامه بتصويرهن في مواقع حميمة باستخدام الكاميرات الخفية التي زرعها داخل دورات المياه وفي الغرف. ويشتبه في أن شاروني قام بتصوير ما لا يقل عن 30 مجندة خلال سنوات في القواعد العسكرية التي خدم فيها. ونشرت إحدى المشتكين اليوم عبر حسابها على إنستغرام كيف تحرش بها شاروني، وقالت إنه وضعها في العزل في غرفته الشخصية بالقاعدة. وأضافت: عندما دخلت الغرفة صادفت عددا من أجهزة الشحن المتصلة بمأخذ التيار وتلقيت تعليمات صريحة بعدم إخراجها. وتابعت: اتضح أن كل شيء كان مرتبطا بشبكة من الكاميرات، كاميرا أمام السرير وكاميرا في الحمام وجميع أنواع الأماكن الأخرى التي لا يفكر فيها سوى مرتكب الجرائم الجنسية، كانت الكاميرات تنقلنا مباشرة إلى هاتفه. وقالت أخرى: دان كان بالنسبة لي أكثر من أبي، كان يعرف كيف يكون صديقا حقيقيا وصادقا، لقد وثقت به، وضعت خدمتي العسكرية بين يديه وأفسدها بالنسبة لي. وكانت أثارت الفضيحة الأخلاقية للضابط البارز في الجيش الإسرائيلي ضجة كبيرة في الداخل الإسرائيلي. ونشرت صحيفة عبرية في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي أوقف ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم عن العمل بعد تحرشه الجنسي بالمجندات التي يخدمن تحت قيادته. وأوردت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي فور علمه بواقعة اعتداء ضابط بارز على إحدى المجندات وتحرش الجنسي وإقامة علاقات جنسية كاملة معه، قام بفتح تحقيق عاجل وإدانة الضابط برتبة مقدم ووقفه عن العمل عمل لفترة معينة. وأفادت الصحيفة العبرية أن الضابط الإسرائيلي تم إدانته باستغلال سلطته ومهام وظيفته في عمل غير أخلاقي. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ عامين أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل بعد إثارة قضية أخلاقية أخرى تمثلت في العميد أوفيك بوخريس الذي قدم اعترافات مفصلة بجرائم جنسية واضحة وكاملة.